من العاصمة عدن، أوصت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها، أوصت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بتشكيل فريق مفاوضات يمثل قضية شعب الجنوب في ظل استمرار المماطلة والتهرب من استحقاق تشكيل فريق تفاوضي مشترك وفقاً لما نصت عليه مخرجات ومشاورات الرياض. وعربت الهيئة في اجتماعها عن رفضها لأي محاولات يائسة لترحيل قضية شعب الجنوب والقفز عليها، مؤكدة أن محاولة تأجيل حلها يعد تنصلاً عن مخرجات مشاورات الرياض وضرب مبدأ التوافق، وهو أمر مرفوض وسيؤدي إلى تأزيم الوضع في مرحلة تستدعي الاصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة. وأكدت الهيئة حرص المجلس الانتقالي على تعزيز دور المؤسسات والهيئات في مجلس القيادة والحكومة والارتقاء بأدائها من خلال تعزيز التوافق بعيداً عن أي إجراءات أحادية، داعية في الوقت نفسه كل ممثلي المجلس في هيئات الدولة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز أداء مؤسسات الدولة كلاً في نطاق عمله واختصاصه. في محافظة مأرب الحاضنة للعناصر الإرهابية، شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة حفل تخرج الدفعة الثانية صاعقة باللواء الأول احتياط. وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالمهارات التي يتمتع بها منتسبو الدفعة الثانية صاعقة وبمستوى التدريب والتأهيل في اللواء الأول احتياط، حيث استعرض الخريجون مهاراتهم القتالية خلال مشروع التخرج الذي ضم عدة تمارين إلى جانب تنفيذ مشروع تكتيكي. وفي ذات الوقت تتحدث مصادر محلية عن تزايد التواجد الكبير لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مأرب معقل جماعة الإخوان بعد انكشاف التحالفات بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي الإرهابية، والتي كان آخرها تبادل الأسرى بين الجانبين. إلى ذلك كشفت مصادر محلية عن مقتل القيادي السعودي الأبرز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حمد بن حمود التميمي بضربة جوية استهدفت منزله الأحد الماضي في محافظة مأرب. وأضافت المصادر بأن المدعو التميمي يعد أهم القضاة الشرعيين لتنظيم القاعدة في اليمن، وهو من أعلن مقتل زعيم التنظيم السابق قاسم الريمي، كما أعلن تولي خالد بطرفي زعامة التنظيم وله عدة إصدارات. كما أشارت المصادر أن رئيس مجلس شورى القاعدة وقاضي التنظيم حمد التميمي قتل برفقة مرافق له، وأصيب مرافق آخر بضربة جوية يرجح بأنها أمريكية استهدفت منزله في وادي عبيدة بمحافظة مأرب التي أصبحت ملجأ للتنظيم الإرهابي بعد دتك معاقلهم في المحافظات الجنوبية.